مع احترامي، لكن اليوم نادي الكوت نادي جماهيري. نعم. حسبت انه هذا النادي جماهيري لازم تحقق نتائج، درست الامور، قعدت مع الاداره قلت لهم انتم اليوم جايبين بهاء، شنو اللي تريدوه؟ تريدون نبقى؟ تريدون نتاهل؟ شنو صار من 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 حديث؟ اكيد وشنو اللي خلاك توافق على تدريب نادي الكوت؟ هذا الشيء اللي دفعني نادي الكوت، انه شوف انت من تلقى اداره ناجحه، اداره متمثله بناس واعين جدا، انه حتى من ناحيه الامور العلميه، حتى بالإدارة 4 إلى 5 دكاترة في أعضاء الإدارة، إضافة لهذا الشيء لاعبين منتخبات وطنية، كابتن علي إبراهيم لاعب نادي الزهراء سابقا، إضافة لعلي ذياب ممكن كان لاعب في نادي الطلبة، كثير كثير يعني الإدارة يعني خلتني دفعتني أكثر، أنه حتى الأستاذ ثائر موجود، الأمين سر يمكن موجود، خلاني دفعني أنه أدرب هذا الكوت. جمهور الكوت، الملعب له تأثير جدا، يعني تأثير جدا، انه اقدر اقود الفريق او اقود هاي المواهب الموجوده في الكوت، ممكن انقلها الى فرق الجماهيريه او انقلها الى منتخبات وطنيه، مثل ما عملت مع سابقا مع الانديه اللي عملت وياها. نادي الكوت اللي شفته بعيني انه مواهب كبيره جدا موجوده في الكوت، لكن مظلومين على مستوى الرياضة، مستوى خاصة في كرة القدم. اللي دفعني أكثر أنه الإدارة من دفعة، والجمهور يمكن الجمهور متعطش لرؤية نادي الكوت في الدوري الممتاز، هذا اللي يخليك أنه أنت طموح جدا. إضافة لهذا الشيء أنه من يوجد المحافظ، يكون سيد المحافظ على الميال أنه رجل رياضي جدا وداعم للرياضة، هذا الشيء انه اكيد انه يمكن انت كمدرب تكون مندفع بوجود هذا المحافظ، رجل يعني يمكن داعم بشكل غير طبيعي لنادي الكوت. بس يعني اعتقد انه الرجل المحافظ سيد المحافظ انه قال لهم جيبوا لنا مدرب على مستوى انه يقدر يقدم لنا الكوت، انا اكون داعم ان شاء الله، يكون انا رجل ان شاء الله، احنا يمكن على مستوى لاعبين وياه، يمكن رجل حتى بافتتاح نادي الكوت كان موجود، هو داعم للرياضه، اضافه لموجود يعني الكابتن عبد الكريم اسكندر، يمكن رجل محترم جدا، انه يعني كل شيء وفر لنا